ما يسمى نجعه وعصبه. الحفائل هتستمر يمكن شهرين وثلاثه واربعه وسنه واثنين وثلاثه، الحفائل مستمره. مفيش مشكله خالص ان يتم فتح الطريق ده ان شاء الله قريبا خلال بضع اشهر، وتستمر اعمال الحفائر اثناء السائحين والزائرين اللي بيمروا مشيا او تجولا في هذا الطريق، انهم يشوفوا اعمال الحفائر مستمره. والكلام ده مش تقليد حديث، ده موجود في انحاء العالم اجمع، ما يسمى بمتحف مفتوح الزائر بيتمشى ومنطقه الحفائر مستمره، وهيشوفوا البروجريس او الخطوات الحفائر مستمره، وبتكشف عن اثار جديده بمشيئه الله تعالى. بنتكلم على ترميم معابد الكرنك. الترميمات مستمره من فتره كبيره جدا، لكن كان في اخر زياره لدوله رئيس الوزراء لمعابد الكرنك شاف بعض من زملائنا المرممين بيشيلوا ما يسمى الاتساخات وعوامل التعريه على بعض الاعمده، ظهرت نقوش والوان جميله جدا رائعه من فتره القدماء المصريين. وجه دوله رئيس الوزراء انه اعمال الترميم تتسف اكتر، المرممين والمرممات التابعين للمجلس الاعلى للاثار يبذلوا مجهود اكتر، يبقى في زياده عدديه. احنا جبنا مرممين اسنا من معبد دندارة، من سوهاج، من الاقصر، مجموعه كبيره جدا بنقوم بعمليه رفع وازاله الاتساخات وتقويه للنقوش والالوان اللي كان من ايام القدماء المصريين. احنا بنتكلم على الحفل ده ان شاء الله يبقى قبل نهايه هذا العام. احنا مش بنتكلم بس على طريق الكباش، احنا بنتكلم على الاقصر. الاقصر المدينه الثقافيه السياحيه الاثريه الاكثر شهره في العالم. احنا هنبين جمال الاقصر شرقا غربا شمالا جنوبا. بنتكلم على حياه الاقصر، بنتكلم على الحناطير، بنتكلم على الفلايكيه، بنتكلم على السوق اللي في الاقصر، بنتكلم على مقابر البر الغربي، بنتكلم على المعابد الجنائزيه في البر الغربي سواء معبد حتشبسوت، معبد هابو، معبد الرامسيوم، بنتكلم على تمثالين ممنون، بنتكلم هنا شرقا على معبد الكرنك، معبد الاقصر. احنا بنبين في احتفالنا القادم ان شاء الله هنتكلم على الاقصر كلها كوجهه سياحيه اثريه متفرده في العالم اجمع، وده كان هدفنا من البدايه. احنا بنسمي الاقصر ايه؟ بنسميها اوبن اير ميوزيوم، متحف مفتوح، وده الهدف ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى حفل لا يقل اهميه وجمال وروعه عن موكب المومياوات الملكيه بمشيئه الله تعالى.